تماشيا مع تعليمات مجلس الوزراء الموقر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تخضع كل اسطوانات الغاز الموزعة على مناطق البلاد لعمليات تعقيم مسبقة. شركة ناقلات النفط تطمئن المستهلكين من هذا الجانب داعية إياهم لعدم القلق، فالأزمة هي أزمة كورونا وليست أزمة مواد استهلاكية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تسير شركة ناقلات النفط جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. فرق العمل المتواجدة في مصانع الشمال والجنوب تشرف على عمليات تعقيم أسطوانات الغاز الجاهزة للتوزيع وتلك الفارغة التي تعود بها شاحنات النقل إلى المصانع. التعقيم يتم على مرحلتين مثل ما قلنا، في دخول الأسطوانة عقب ما تأتي من أفرع الجمعيات يتم تعقيمها بمواد على حسب الاشتراطات مالت وزارة الصحة، وكذلك قبل خروجها لأفرع الجمعيات. أفرع الجمعيات كذلك مشكورة تقوم في عمليات التعقيم. احنا عندنا تقريبا ما يعادل 30 إلى 40 درب في اليوم، فخلينا نضربهم في اثنين، يعني نتكلم عن 60 درب قاعد ننظف ان واوت. المعقمات احنا نستخدمها هي حسب اشتراطات وزاره الصحه، نقوم بتعقيم جميع الاسطوانات بالمعقمات المناسبه. احنا مستمرين في تعقيم اداء دورنا المطلوب منا الى ان شاء الله ان تنجلي القمم، ولكن احنا عندنا خطط استراتيجيه لغسيل الاسطوانات بشكل دائم. المخزون الاستراتيجي متوافر لاشهر طويله، الإنتاج مستمر في المحطات والمستودعات مليئة بالأسطوانات الجاهزة، وإذا كانت حاجة السوق تتطلب 50,000 قارورة غاز فإن شركة ناقلات النفط وفق تأكيدات المشرفين قادرة على توفير 3 أضعاف هذه الحاجة. عندنا 76 فرع جمعية موجودين نوزع عليهم. احنا قبل أزمة الكورونا كنا نوزع 6 أيام في الأسبوع، بس لزيادة نطمن الناس ان المخزون وافي وكل شيء عندنا، فرفعنا التوزيع الى 7 أيام في الأسبوع. وأكد لك ان المنتج كافي. الـ7 أيام هذه اللي وزعناها الجمعة اللي فاتت 8 أفرع فقط اللي هي طلبت غاز، وباقي الأفرع كلها موجودة. الأمور تشغيلية طبيعية عندنا في المصانع سواء في الشمال أو الجنوب، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي من الأسطوانات ومن الغاز المسال داخل الخزانات يكفينا لمدة طويلة وما في أي خوف. شركة ناقلات النفط تواكب التوجيهات الحكومية في كل ما يتعلق بالتصدي لفيروس كورونا، وهي تناشد المستهلكين بضرورة اتباع التعليمات الوقائية أيضا عند استلام قارورة الغاز من فرع الجمعية. هنا تجري عمليات إعادة تعبئة أسطوانات الغاز الموزعة على مناطق الكويت وتعقيمها، والمخزون الاستراتيجي متوافر لفترات طويلة. من مصنع أم العيش للغاز المسال، جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.